صحباتي اخواتاتي، هذا هما، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. كطلع غزاله غزاله غزاله. ملي نقطعها غنوريكم الداخل ديالها كيفاش كيجي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتاتي. اليوم غنقدم لكم كيكه بالشوكولات مسقيه كتجي غزاله. المهم نبداو المقادير. اول حاجه عافاكم باش نجح لكم ضروري خصنا ندهنوا المول بالزبده ونديروه في الكونجيلاتور حتى يبرد مزيان عاد باش نديروا عليه الطحين. اول حاجه ندهنوا المول مزيان بالزبده. المول اي مول عندكم، لا هذا اللي كيتسد ولا الاخر اللي عادي، المهم اي مول كيعجبكم. المهم الزبده هي المهمه، يدار في الثلاجه حتى تبرد. نجمع مزيان، نسالو من الكيكه في المقادير ديالها، عاد ديك الساعه نجبدوه ونديرو عليه الطحين. وعاد نخوي الخليط ديالنا ندخلو الفران، كتجي مزيانه. ملي كتبغي تحيديها كتجيك ساهله دغيا، غير كتقلبي المول وكتهبط ساهله مهله. صافي دابا بحال هكا. دابا بسم الله غادي نبداو بالمقادير. عندنا 4 البيضات، 3 الخمارات، الفانيا. الفانيا اللي عنده ديال الزهر يدير ديال الزهر باش كتجي زوينه. دائما كنديرها، دابا ما عنديش، درت غير عاديه. قبيصه الملحه، عندنا كاس دانون فاني او لبان، المهم دانون. كاس معامر ديال السنيده، كاس معامر ديال الزيت. عندنا الطحين على حسب الخليط. عندنا الكاكاو 2 معالق كبار عامرين، ياك. عندنا هاد الشوكولات حبيبات فيه ثلاثه الالوان، كاين البيج والمارون وبحال الكراميل، من ثلاثه الالوان. هذا التزيين، وهذا الشوكولات حتى هو غندوبوه بوحدو مع دانون الشوكولات. هذا دانون الشوكولات، سمحوا لي. صافي هادشي اللي كاين. ملي تخرج من الفران ان شاء الله غادي نسقيوها ونديروها في الثلاجه حتى تبرد مزيان وتشرب هذيك السقوه ديالها عاد باش نخرجوها نديروا لها التزيين. دابا غنبداو في البيض. سمحوا لي عافاكم ما عطيتكمش الخل، غنديروا معلقه الخل مع البيض وقبيصه الملح والسنيده والزيت ونضربوا بالطراب. الا عنده اللي عندكم طراب كهربائي، هذيك ما عندكمش ديال اليد ماشي مشكل، تقدروا تخدموا به. بسم الله. دابا 4 البيضات، قبيصة الملحة ضروري مليحة باش كتجي كيتعادل الحلاوة مع الملح. نهرس جوج ديالها، كاس معامر ديال السنيدة، دابا نزيدو الزيت، كاس معامر، كاس لارود. صافي دابا نخدمو الطراب ان شاء الله. بسم الله. معلقة الخل، المهم اللي بغات تعبر. المهم انا عيني ميزاني معلقة. المهم غنطربو هاد المقادير، نطربو هاد المقادير كلها حتى تطلع مزيان تنجانس مع بعضياتها. صافي غير باش نزيدو دانون ونزيدو الكاكاو ونشربو ان شاء الله. دابا ملي طلعنا حتى اللون ديالو بدا كيتغير، نزيد الفانيا ان شاء الله ونزيد الكويسة دانون عاد باش نعاود نطرب واحد شويه غير دوره خفيفه. صافي ان شاء الله غندير الكاكاو. الكاكاو بلا ما نديروش بهاد الطراب الكهربائي، غير بالعادي. صافي نديرو الطحين ان شاء الله ونكمل معاكم ان شاء الله. دابا ملي طلعنا الخليط ديالنا حتى بياض وبدات فيه بحال الرغوه، هو هي راه ساهله ماشي فيهاش الخدمه كثيره، غير مع التصوير راه كتبان لكم كثيره. هي راه مشات العين ان شاء الله، كطلع غزاله غزاله وساهله مهله. حتى كنكون حتى الاخر لحظه كنوجدها كطلع زوينه. دابا غنديروا الكاكاو وضروري نغربلوه باش ما يبقاش هذوك الحبيبات اللي كنصطوهم يضيعوا لينا الوقت. دغيا تغربليه كيطلع سهل لك من كديريه بلا ما تغربليه. صافي نحيدو هادو، نحسب دابا هذه القشره نغربلو بها حتى الطحين والخمارات. دابا الطراب اللي عندكم هذا، انا هذا ديال الحديد كيجيني شويه ثقيل، كيعجبني هذا البلاستيك دغيا وما كيخدش حتى الانيه فاش كنخدم، حتى المول اللي كنخدمو به ما كيتخدش.
نطربوا هذا مزيان حسين ينسجم الخليط مع الكاكاو بحال باش هذيك الساعه نديروا الفورص ونديروا الخمارات صافي ان شاء الله غنديروا هكا. دابا غنبداو نديروا الفورص نديروا غير بشويه بشويه غير القياس عين الميزانه باش ما تجيش فيها طحين كثير وما تجيش قليله. نخدموا هاد الشويه وعاد نعاودوا نزيدوا ان شاء الله. انا ما بغيتش نقول لكم كاس زلافه هذه عينك ميزانك على حساب ما تجيش ثقيله وما تجيش خفيفه حيت الفورص كاين اللي كيشرب كاين اللي لا. اسمحوا لي عافاكم راني ما نطش نصايبها بكري حتى طاح الظلام والتصوير ما كنسجل غير بالتليفون. اسمحوا لي الا كانت الاضاءه قليله ولا كان شي هذا اسمحوا لي. صافي نزيدو داكشي اللي بقى ديال الطحين ان شاء الله تقريبا 250 غرام ديال الطحين. صافي الطحين يكون زوين راه هو القياس زائد خمارات ثلاثه حتى هما نغربلهم باش ما يبقاوش هذوك الحبيبات فيهم يبرزطونا في التحريق يطيعوا الوقت. صافي صافي نكملو هادي ان شاء الله. صافي غير نكملوها في التحريك نجبد المول ندير ليه شويه الطحين. صافي ان شاء الله نديرو الفران يسخن. المهم صافي هذا هو القوام ديال الكيكه ديالنا تكون بحال هكا ما تكونش خفيفه وما تكونش ثقيله لحقاش يتابعها نسقيوها ان شاء الله. ملي نسقيوها راه غادي تخفاف وتزيان هكا اتجاه واحد ندورو اتجاه واحد باش ما نخسروش. صافي بالنسبه للفران 180 درجه تشعلوا ليها التحت هو الاول عاد باش ملي طيب نص ساعه ديالها تشعلوا الفوق لحقاش هي ديال الشوكولاط ما كتبانش واش طابت ولا لا غير نصوها واحد شويه نديروا الموس نطلعوه صافي راه طابت. صافي غير تبرد نسقيوها نزينوها من بعد نوريكم التزيين ان شاء الله. دابا خواتاتي ملي جبدنا المول من الثلاجه ها هو الزبده راه تجمعات غنديروا شويه الطحين. صافي غير شي شويه عاد غير غادي تحيد لينا راه حيتلحقاش الزبده مجموعه. دابا صافي غنديروا الخليط ندخلوا للثلاجه هذا المكان ونوريكم خواتاتي كيفاش صايبت السقوه. انا غنوريها لكم راه هي في البوطه على ما طابت الكيكه غيكون السقوه ديالها بردات. درت فيها كاس ديال الماء كاس لا ربع سنيده وشويه الفاني ما بغيتش ندير القهوه والكاكاو غيجيو واحد المروريه ما يقدروش على الوليدات. اللهم نديرو شويه السنيده والفاني وهذا نسقيو بها تجي مزيانه. صافي نخول الخليط ديالنا في المول. صافي انا راه ديجا درت الفران يسخن حيت خصو يكون سخون شعلوا عليها من التحت بحال الفران العادي بحال ديال الضو. اللي عندها ديال الغاز راه غادي تعرف القياس ديالها اللي تشعل وتشعل عليها من التحت وديال الضو راه 180 درجه يكون سخون نشعلوا عليها من التحت حتى طيب. صافي هادشي اللي كاين. صافي قدوها باش تجي قياس واحد. صافي هانت الفران ديالي راه ديجا سخون غنشعل نديرو 30 درجة هاهي 180 نشعلو عليها من التحت. صافي نخليو حتى طيب من التحت نطفيو نطفيو هاهي وجد هاهو السيرو ديالنا دابا وجد هاهو هايا. ماشي غير نديروه غير شي شويه ونحيدو لا خصو يطيب مزيان باش ملي نسقيو الكيكه ديالنا ما تجيش معجنه يجي حتى هو خاسر. صافي هو دابا غادي يبرد وهي كطيب على ما جات هو يكون بارد والكيكه سخونه. باش غادي نزينو الكيكه ديالنا غنديرو شويه الشوكولاط تقريبا شي 5 الحبات ندير لهم تقريبا شي معلقه ديال الزيت تقريبا معلقه كبيره ديال الزيت. صافي غنديرو في الباماغي ملي نطفيو عليه مباشره نزيدو عليه هاد الكويست الشوكولاط هادو ولا جوج اللي بغيتو نتوما. صافي من بعد ما غادي يذوب ليا الشوكولاط غادي نوريكم كيفاش نزينوها نديرو عليها هاد الحبيبات صافي نوريكم النتيجه الاخر ان شاء الله. ملي خرجنا الكيكه من الفران ها هي طابت باقا شويه سخونه قلبناها في الطبسيل دابا غادي ندير لها شي تقيبات قلال تقبوها شويه. انا راه ديجا درت تقيبات غير بغيت نوريكم صافي كنسقيوها مزيان حتى تعمر مزيان بالسيرو صافي نديرها تبات شي شويه من بعد نخرجوها نزينوها. دابا ملي سقيناها هذوك التقيبات اللي درنا يدخل فيهم السيرو يدخل فيهم حتى الشوكولاط ملي نقطعوها غيبان فيها الشوكولاط وهذا وكتجي فازقه ورطبه وغزاله الصراحه كتجي فنه كيحماقوا عليها الدراري ودغيا دغيا كتوجد مثلا الا كان شي واحد جاي عندك
مثلا ديها دغيا كتنوضي تصايبيها دغيا 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 كتسقيها في ساعتها وتزينيها في ساعتها ما كاينش مشكل. ديرها في الثلاجه دغيا شويه تشرب صافي هي سقات غزاله غزاله كتجي بنينه وهشيشه ما كتشبعيش منها الصراحه. خلاو صافي من بعد ما درنا الشوكولاط ديالنا قديناه غنديروا الحبيبات. نتوما علاش شوفوا كل وحده الطريقه ديالها في التزيين، كل وحده كيف ما بغات تزين تفنن كيف ما بغات. غير انا دابا كنت مزروبه صافي غير درت بحال هكا، ممكن ترسمي قلياب معين اي حاجه بغيتي ديريها كاري على شكل ضامه، كارو بالشوكولاط، كارو بالكوك، كديري طونيك تحكيه وديري حبيبات، المهم انت على حسب. صافي احبابتي يلاه وبصحتكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر شي وصفه اخرى تكون غزاله. يلاه باي باي.